في علاقه قويه بين المزارع او صاحب المشتل وجرين فورس، سواء مهندسين الدعم الفني الموجودين على الارض في مجال التجارب الجديده او في مجال الدعم الفني بشكل بعد البيع. مجرد ما يحصل اي مشكله في اي مكان بننتقل بسرعه الدعم الفني بتاعنا، خلاص يشوف المشكله ويشوف ايه اللي فيها ويحلها. فالحمد لله في مصداقيه بيننا وبين المزارع وبين المشتل، ده اللي مستمر. كان حتى كان في راجل صبور بخير تاجر كبير قال لي كلمه حلوه جدا، قال لي راس مال اي واحد سمعته مش فلوسه. احنا من خلال خطه التطوير اللي احنا مسؤولين عنها ان احنا بنشوف ايه الوضع المتغير اللي كل شويه اللي مصر بتمر بيه في جميع المناطق، مش في منطقه واحده بس. منها امراض ظاهره جديده في التربه زي نماتوده او فيوزاريوم او اي امراض ان كانت بنشوفها، بنشوف فيه فيروسات ظهرت جديده او حاجه. احنا خلال الخطه مثلا من سنه لخمس سنين انت بتحاول تنزل بتتابع مع الار ان دي او بريدر عندنا بره، ان انا عايز اشوف صنف فيه الميزات دي، انا عايز عندي صبور بدايه صبور كذا، انا عندي حاجه بتتعمل كذا، فبنبتدي نتجه في القصه دي ان احنا نكون نواكب التطور اللي بيحصل على الارض. احنا بنحاول ان احنا دايما كل شويه نشوف، كل فتره بنحاول نشوف ايه اللي ممكن يتعمل فكره جديده للدعم المزارع، مش مجرد الشركاء، لان انا دعم للشريك، للشريك نفسه هو في الاخر دعم للمزارع، فاحنا بنتفق على اتجاه واحد في الاخر عشان نعمل دعم للمزارع. اكتر من 10 زيارات، يعني الناس عملت اللي عليها والصف يستاهل، كوره وكوره ان شاء الله.